مستفيدة، أنا يمني إيه أنفسها مستفيدين؟ أعتقد إن الكل خسران، وأعتقد إن المفروض إن الكنيسة تحتوي هذا الفكر وتحتوي رموز هذا الفكر وتناقشهم، وكمان ذاك الشخصية الوطنية لا غبار عليه، راجل ليه تاريخ قبل مدحت عويضة وقبل نبيل وقبل ناس كتيرة، كمان ذاك كان صوت إفتي وما زال صوت إفتي وبيتكلم بمشاكل الأفراد. ليه نخسر كمان ذاك؟ ليه ما يبقاش معانا؟ ليه ما يبقاش يديده بإبنا إن إحنا نشتغل في القضية الإرثية ونرجع حقوق الأرواح؟ إحنا محتاجين كل الناس، محتاجين كل واحد يتكلم، محتاجين كل واحد عنده فكر، محتاجين كل اللي ناشط إرثي وكل كاتب إرثي وكل مثقف إرثي. إحنا اتظلمنا في كل هذا الظلم لسبب إن إحنا ما كانش عندنا الميديا الكويسة، ما كانش عندنا اللي يعبر عن مشاكلنا، ما كانش عندنا اللي يعبر عن همومنا، ما كانش عندنا اللي بيطرح المشاكل النفسية، ما كانش لينا صوت من أساس. النهارده بقى عندنا صوت. واحد زي كمان ذكر عنده إمكانيات ممتازة. أنا شطارتي وحكمتي إني أستخدم هذا الصوت كله لخدمة الكنيسة وخدمة القضية النفسية، ما بقاش أقضي الوقت كله في خناقة مع كمان زاهر وأرد كمان زاهر ما أرد على كمان، كمان يرد عليا. أنا أبتسم هذا الخلاف وأني هذا الخلاف لمصلحة القضية النفسية، كلنا نشتغل في القضية النفسية. يبقى السؤال اللي سأله حضرتك إن ده ما حصلش في تاريخ الكنيسة، أقول لحضرتك الكنيسة تحتاج إلى تطوير والوقت اتغير، ومحتاجين نتعامل مع الظروف الجديدة اللي ظهرت لينا في الزمن اللي إحنا عايشين فيه. أستاذ مدحت، هل مطلوب مني ان انا اؤمن بان ما قلته هو اجابة السؤال، او اسألك السؤال مرة اخرى؟ اولا انا في اجابتي على فكرة بعبر عن رأيي الشخصي فقط لا غير. طيب عشان حضرتك انا بعبرش عن رأيي الجريدة. لا لا يا استاذ مدحت، يا استاذ مدحت احنا بنتكلمش في الجريدة، موضوع الجريدة انتهى في الحلقة الماضية، احنا بنتكلم دلوقتي عن قضايا هموم لأقباط، واخد بال حضرتك؟ والسؤال بقول لحضرتك، هل حدث ان الكنيسة ناقشت الامور العقائدية او القوانين الكنسية مع العلمانيين سواء في الشرق او في الغرب؟ اجابتك اللي فاتت خلاص اوكي. حضرتك هنا طرحت يعني حاجة جميلة جدا، قلت من المستفيد من هذا الطيار، وإن كمال زاخر شخصية وطنية. طيب هو السؤال اللي ألح علي من وراء هذه الجملة، طب من الذي أنشأ هذا الطيار؟ ولماذا تم إنشاؤه؟ وما هو العيب أو ما هي، مش عارف يعني، أنا مش هسأل في الموضوع ده غير هذا السؤال، ثم سأنتقل إلى الدكتور رأفت جندي. من الذي أنشأ هذا الطيار؟ وما هي العيوب اللي في الكنيسة التي أدت إلى إنشائه؟